أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أيتها الأخوات الكريمات والإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الذكر الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم. يستمر الحديث حول حقيقة وأسرار وآداب ليالي القدر العظيمة، والمدخل ومفتاح معرفة هذا الكنز الأعظم، معرفة مخزن علوم ليالي القدر، المفتاح هو التأمل والتباحث في حقيقة سورة القدر المباركة. فنحن نعلم أن القرآن العظيم كما هو من ناحية وجودية يدل على مراتب الجنة، فالمؤمن يوم القيامة بمقدار إحاطته وإدراكه للقرآن الكريم بنفس ذلك المقدار يحدد موقعه ويشخص مكانه في عالم الجنة، كذلك في عالم الدنيا، كذلك في هذه الأيام ونحن في محضر ليالي القدر العظيمة، بمقدار معرفتنا بسورة القدر العظيمة بنفس ذلك المقدار نكون قد أحطنا ببعض درجات ومراتب ليلة القدر العظيمة. فسورة القدر أنزلها الله عز وجل بإزاء هذه الحقيقة النورانية التكوينية العظيمة التي بينها تحت عنواني وباسمي وبحقيقة ليلة القدر. ونحن يكفي أن نعلم أن الأثر المرجو من شهر رمضان كما أشار النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله في خطبته المعروفة بالخطبة الشعبانية التي بيّن فيها آداب وأسرار الضيافة الإلهية في شهر رمضان المبارك، بيّن الرسول صلى الله عليه وآله في تلك الخطبة أن الشقي الشقي من حرم الغفران في شهر رمضان، الشقي الشقي من حرم الغفران في شهر رمضان، يعني أن الشقي الشقي من حرم الغفران في ليالي القدر العظيمة، لأننا نعلم أن في ليلة القدر من بين ما يكتب في صحيفة المؤمن من أعمال وآجال وأرزاق تكتب أيضا هل أن هذا الشخص، هل أن هذا الفرد، هل أن هذا المؤمن سيكون من المغفور لهم في نهاية هذا الشهر أو سيكون أمره غير ذلك. ففي ليلة القدر سيتحدد مصيرنا وسيتبين معنى حياتنا الإيمانية، وعلى هذا فنحن يعني يقتضى والمنتظر منا أن نتفاعل مع ليلة القدر علما ومعرفة وسلوكا وسيرا نحو الله عز وجل، حتى نكون أهلا ليكتبنا الله عز وجل في ليلة القدر من بين الناجين ومن بين المغفور لهم في هذا الشهر العظيم. إذن فثمرة شهر رمضان المبارك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، فالغاية المرجوة من هذا الشهر، الأثر المنتظر ترتبه على شهر رمضان المبارك بما يعنيه من غفران الذنوب، حقيقة هو يترتب على مدى إحيائنا لليلة القدر في عقولنا وقلوبنا ووجداننا. طيب، وقلنا أن سورة القدر
تبين بآياتها النورانية مراتب هذه الليلة المباركة. طبعا القرآن الكريم يعلمنا ويرشدنا إلى كون الإنسان عندما يأتي لليلة القدر وهو محمل بكل تلك المعاصي وكل تلك الآثام، ويعرض تلك المعاصي بينه وبين الله عز وجل في أدعيته في ليلة القدر، ويعترف ويقر بذنوبه ويطلب المغفرة ويتوسل بنور النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله عند الله ليغفر لنا الرسول، ليستغفر لنا الرسول فيغفر لنا الله إن شاء الله. يعني هذا الدخول لليلة القدر والخروج منها إن شاء الله بغفران الذنوب هو في عالمنا الحسي يماثل دخول ذلك المريض عند الطبيب لإجراء عملية جراحية بعدما استعصت جميع أنواع المعالجات الأخرى. فالإنسان المريض، المريض في جسده، المريض في بدنه، المريض في بعض جوارحه، عندما يستعصى شفاؤه فإن الطبيب يلجأ في الأخير لإجراء عملية جراحية يستأصل معها أصل الداء والمرض. نحن في مثل هذه الأيام لا شك أننا نعيش أو نجد في أرواحنا بعض الأمراض، بعضها يتفاوت خطورة ويتفاوت أثرا سلبيا على حياة الإنسان الإيمانية. وعندما ندخل لليلة القدر المباركة فإن الله عز وجل بما أعطاه لليلة القدر من تصرف في أرواح المؤمنين، من تصرف في روح الإنسان، فإن هذه الروح تدخل عالم ليلة القدر لتجرى عليها عملية جراحية فيستأصل أصل الداء ويقتلع أساس المعصية، بحيث تخرج هذه الروح وتعبر ليلة القدر خالية من السيئات، بل بدلها الله إلى حسنات، فيكون هذا المؤمن من المغفور لهم إن شاء الله. وطبعا القرآن الكريم يبين لنا أن استئصال هذه الأمراض من عالم الروح في ليلة القدر هو في الحقيقة طرد ودفع لما تراكم على هذا القلب من أدران، لما تراكم على هذه الروح من حجب. لماذا؟ لأن هذه الحجب، لأن هذه المعاصي، لأن هذه الرذائل والعياذ بالله قد جاءت من خارج الإنسان. لأن القرآن الكريم يعلمنا أن الإنسان يولد على الفطرة السليمة كما ورد في الذكر الحكيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بمعنى أن الإنسان يأتي لعالم الدنيا محملا بالفضائل، مشحونا بكل خير وبركة، وقد أودع الله في ذاته كل هذه الخيرات. فالإنسان عندما يواجه عالم الدنيا عندها تنتقل إليه بعض الرذائل والظلمانيات من الخارج. في ليلة القدر نتعلم كيف نطرد عن أنفسنا تلك الرذائل ونفعل في ذواتنا تلك الفطرة الإلهية السليمة حتى تكون لنا درعا وحصنا فيما بقي لنا من أعمار. ويعلمنا القرآن الكريم أنه بعد ليلة القدر يحتاج الإنسان للاستقامة على قول التوحيد، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الاستقامة تعني السعي للوقاية من كل سهام إبليس حتى نحافظ على ذلك النور الذي أودعه الله فينا ونفعله في ذواتنا وواقعنا. إذن فليلة القدر تحيطنا بكل هذه الخيرات، تحيطنا بكل هذه البركات. وطبعا المدخل لنيل كل هذه الآثار الخيرة والنورانية هو معرفة هذه الليلة،
معرفة وإدراك والعلم ببعض مراتب حقيقة ليلة القدر. طبعا مر معنا في الآية الثانية التي تبحثنا فيها مع بعض الليلة الماضية أن الإنسان يعجز، أن الإنسان الغير المعصوم، أن العقل البشري المحدود يعجز عن الإحاطة بأسرار ليلة القدر، أن العقل البشري المحدود قاصر عن الإلمام بثواب ليلة القدر، أن الإنسان الغير المعصوم، أن الإنسان الغير الكامل يمتنع عليه أن يعرف حقيقة ليلة القدر. ولكن القرآن الكريم بدءا من الآية الثالثة التي سنتبحثها مع بعض في هذا المجلس النوراني، بدءا من الآية الثالثة من سورة القدر المباركة، يبين لنا بعض آثار هذه الليلة، لعلنا من خلال هذه الآثار يمكننا أن نصل لأصل، أو يمكننا أن نستشعر بعض العظمة المعنوية والمعرفية بالنسبة لليلة القدر. طيب، أولى الآثار التي يذكرها القرآن العظيم في خصوص ليلة القدر أنها خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. طبعا وعندما نقف على هذا المعنى أن ليلة القدر خير من ألف شهر، فإننا نجد أن هذه الآية المباركة في دلالاتها المباشرة نجدها حاضرة في كل أو في أكثر تلك الروايات التي بيّنت شأن نزول سورة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني مثلا من بين هذه الروايات نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله، النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، قد بيّن أنه أو ذكر لأصحابه أسماء عابدين في أقوام أخرى. وطبعا عندما نقول العباد أو أهل العبادة في الأقوام التي سبقت المسلمين، العابد لا يمكن أن يسمى بالعابد إلا إذا أقام على العبادة ألف شهر. طيب، عندما بيّن الرسول وحدث الرسول صلى الله عليه وآله أصحابه بهذا الموضوع، وبيّن لهم أسماء بعض عباد الأمم السابقة، شكى المسلمون للرسول صلى الله عليه وآله قصر أعمارهم، وطلبوا منه أن يعوضهم ذلك حتى يتمكنوا أن يكونوا من زمرة أولئك العباد. فأنزل الله عز وجل وعوضهم بسورة القدر التي فيها بيان لحقيقة ليلة القدر التي من آثارها أنها خير من ألف شهر. وهكذا يتمكن المسلمون من الدخول في عالم العباد. أو بيّن الرسول صلى الله عليه وآله مثلا أن أحد عباد بني إسرائيل قد حمل السلاح ألف شهر للدفاع عن الدين. فكان نفس الشيء أن الأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله والمسلمين بشكل عام قد شكوا قصر أعمارهم، فعوضهم الله عز وجل بليلة القدر. إذن فليلة القدر من بين شأن نزولها أن المسلمين أرادوا أن يلحقوا بالعباد والمجاهدين الذين سبقوهم في أمم أخرى، ودامت عبادة وجهاد أولئك السابقين دام عشرات السنين، ألف شهر، بل لعلها أكثر من ذلك. فحاول المسلمون، فعوض الله عز وجل المسلمين ذلك قصر الأعمار بأن أهداهم وأعطاهم ليلة القدر. كذلك في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله كما ورد في كتاب الكافي عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى في منامه أن بني أمية يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس، أن بني أمية يصعدون على منبره ويضلون الناس. فهذا الأمر سبب بعض الأذى في ذات الرسول صلى الله عليه وآله.
وشكى الرسول صلى الله عليه وآله هذا الأمر لله عز وجل، فعوضه الله عز وجل وأعطاه: إنا أنزلناه في ليلة القدر التي فيها ماذا؟ التي فيها يعني ليلة التي بين أنه أعطى للمسلمين وأعطى لأمة الرسول صلى الله عليه وآله ليلة القدر التي جعلها خيرا وأفضل من 1000 شهر ملك بني أمية. لا يوجد فيها ليلة القدر. بمعنى هنا في هذه الرواية التي أشار إليها الرسول، أشار إليها الإمام الصادق سلام الله عليه في رؤية الرسول صلى الله عليه وآله، وبعبارة أخرى في نفس سياق هذه الرؤية، أن الرسول صلى الله عليه وآله رأى القردة تصعد منبره، فغم ذلك الرسول صلى الله عليه وآله، فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر لأمته خير من 1000 شهر تملكه بني أمية ليس فيها ليلة القدر. ما معنى أن الله عز وجل أعطى لأمة الرسول ليلة القدر وفي قبال ملك بني أمية الذين وإن حكموا 1000 شهر إلا أنهم محرومون من ليلة القدر؟ من هنا نتقرب أكثر من بعض مراتب ليلة القدر، أن حقيقة من ارتبط بنور النبي الأعظم فإن له مقاما وشأنا وزمانا يسمى بليلة القدر. حرم من هذا المقام، حرم من هذا المقوم غير المؤمنين، أولئك المنافقون الذين من بينهم بني أمية. طيب، عندما يفقد الإنسان ليلة القدر التي في أحد معانيها الظاهرة أن ليلة القدر بما يعنيه من تقدير الأعمال، بما يعنيه من تقدير الآجال، أن ليلة القدر بما تعنيه من تقدير للأعمال والآجال والأرزاق، بعباراتنا اليومية أنه في ليلة القدر يخطط لحياة المؤمن المستقبلية، أنه في ليلة القدر يستشرف المؤمن قادم أيامه، في ليلة القدر يبرمج المؤمن لسانته الإيمانية المعنوية وأيضا لسانته المادية من خلال ما يكتب له من أرزاق. إذن فليلة القدر تعني استقامة حياة المؤمن، استقامة حياة المجتمع الإيماني والبرمجة المستقبلية لهذا المجتمع. عندما تفقد أمة مثل هذا التخطيط ومثل هذه البرمجة، عندما تفقد أمة ليلة القدر بما يعنيه من تخطيط إلهي لمستقبل الإنسان، فإن تلك الأمة أفرادها سيكونون كالأنعام يتحركون على غير هدى، بل سيحكمهم التقليد وتحكمهم الفوضى ويحكمهم التناحر كحال الأنعام. ولذلك رأى الرسول صلى الله عليه وآله في منامه أن هؤلاء رآهم في صورة القردة، رآهم في رؤياه في هيئة القردة. لماذا؟ بما يعنيه من خروج عن طور الإنسانية، بما يعنيه النظم، بما يعنيه البرمجة، بما يعنيه التخطيط، بما يعنيه التقدير، في حين أن أولئك الذين حرموا ليلة القدر سيعيشون الفوضى، فوضى عالم الأنعام والحيوانات والقردة. طيب، الذي يهمنا في فهم هذه الآية الثالثة من سورة القدر المباركة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أن هذه الليلة المباركة أعطاها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وآله، وأعطاها من خلال الرسول لأمة النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله، حتى يعوض لهذه الأمة نقص أعمارها وتقدر على أن تأتي بعبادات محدودة في الزمان الظاهري في ليلة، إلا أنها ستكتب عند الله عز وجل كأنها امتدت 1000 شهر. بمعنى أن ليلة القدر من آثارها تخرج الإنسان من هذا الزمان الظاهري المحدود وتنزل أعماله كأنها امتدت في 1000 شهر. طيب، ليلة القدر هي في ذاتها خير
وكونها خير من ألف شهر، هذا من آثارها. يعني حتى منطقيا لا نقع في عكس القضية، يعني لا يمكن أن نقول أن ليلة القدر عظيمة لأن الأعمال فيها تعدل أعمال ألف شهر، أو لأن الملائكة تتنزل فيها. لا، نقول أن ليلة القدر في ذاتها مباركة في ذاتها، هي كل الخير، ومن فروعي ومن صوري ومن مظاهر ذلك الخير أنها خير من ألف شهر. طبعا التأكيد على هذه النقطة هو استئناسا بروح سورة القدر العظيمة التي كررت كلمة ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. التركيز على حقيقة ليلة القدر حتى نعيش مع ليلة القدر بما هي ذات، بما هي وجود، بما هي نور أعظم منشأ لكل خير في هذا العالم. ولذلك القرآن الكريم في خصوص ليلة القدر، يعني من بين الآيات المباركات التي دلت على عظمة هذه الليلة، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين. ليلة مباركة لماذا؟ لأنه في تلك الليلة نزل، إنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك، نزول القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وآله. طيب هذا الفعل، هذا الحدث، هذا المقام، هذا النور هو في حد ذاته منشأ للبركة والخير. طبعا عندما نقول إن أنزلناه في ليلة مباركة، نحن نعلم أنه في اللغة العربية مباركة من فعل بركة، بركة بمعنى اجتمع الماء واستقر، لذلك نقول بركة الماء، أو بركة بمعنى أن اجتمع الماء واستقر. الليلة المباركة بمعنى اجتمعت فيها الرحمة الإلهية واستقرت تلك الرحمة. ليلة مباركة يعني ليلة اجتمعت فيها الرحمة واستقرت تلك الرحمة، بمعنى أن مكمن الرحمة، أصل الرحمة الإلهية قد حضر واستقر في هذه الليلة المباركة. لذلك نجد أن ليلة القدر هي منشأ للبركات، منشأ للأنوار. واحد من آثارها مثلا أن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قد رفعه الله في ليلة القدر لينجيه بذلك، وينجي من خلال نجاته دينه. أنه أيضا كما ورد في الروايات أنه في ليلة القدر اختار الله يوشع وصي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، اختاره وأبعده عن الأعداء، وفي بعض الروايات توفاه حتى لا يؤذيه الأعداء. إذن فليلة القدر يترتب عليها كل هذا الخير الكثير. من بين الخير، أول الخير الذي ذكرته سورة القدر المباركة، أول شعاع من نور عظمة ليلة القدر تشع به ليلة القدر على عالم الإيمان، على عالم الإنسان، كونها خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. طيب عندما نقول خير من ألف شهر، هنا سندخل إلى الحديث حول عالم الزمان، بمعنى كما هو في حياتنا العرفية اليومية. مثلا يعني عندما نقول أن الإنسان يشتغل، مثلا له عمل، وهذا العمل يدر عليه الربح طيلة السنة إكس دولار مثلا، أو إكس دينار. يعني مثلا نقول طيلة السنة يدر عليه هذا العمل مثلا باب المثال 5000 دولار. طيب وإذا وجد عملا آخر في اليوم يدر عليه 5000 دولار، فماذا سنقول؟ نقول أن العمل الثاني ماذا هو أفضل من العمل الأول. لماذا؟ لأن الزمن الذي من خلاله يحصل الإنسان ذلك المبلغ سيكون زمنا أقل، وباعتبار أن الزمن الأقل، أن الزمن أقل من الأول، فسيكون العمل الثاني أهم، لأن الإنسان سيبذل جهدا أقل لتحصيل ربح أكثر.
هذا في حياتنا العرفية. كذلك في إذا أردنا أن نطبقها بفهم عامي سطحي مقبول على ليلة القدر، فالإنسان يقتضي 1000 شهر يعني 83 سنة، يعني حتى يحصل مثلا أجر عبادة مستمرة، أجر دعاء مستمر، أجر صلاة مستمرة. ولكن يكفي الإنسان أن يقوم بهذا العمل في ليلة خاصة المسمات بليلة القدر فيحصل على كل ذلك الأجر والثواب، فلا شك أن العمل في ليلة القدر سيكون أهم. معيار الأهمية هنا الزمان. ما هو معيار الأهمية؟ أن المؤمن يقتضي أو سيحتاج إلى زمان أقل ليصل إلى ذلك الثواب الكبير. ومن هنا نكتشف أن ليلة القدر بما هي خير من 1000 شهر، أن الزمان له مدخلية في تحديد أعمال الإنسان. حتى نقرب الصورة مثلا من باب المثال، نحن نعلم أن المؤمن في قبره وغير المؤمن في قبره يختلفان في العديد من الأشياء. من أهم ما يختلفان فيه أنه يوم القيامة عندما يعبر المؤمن حياة البرزخ في عالم القبر، فإن حياة البرزخ فإن مدة بقائه في عالم القبر كما ورد في الروايات سيجدها لا تتجاوز الزمان بين صلاتي الظهر والعصر، يعني مرحلة زمانية قصيرة يقضيها في عالم البرزخ في عالم القبر. بينما ذلك الإنسان الذي دخل إلى قبره وعلى عاتقه حقوق الناس، قد آذى ناس، اغتاب، مشى بالنميمة، سعى في ظلم الناس، فهذا إنسان عندما يحشر يوم القيامة تكشف الروايات أن بقاءه في قبره قد امتد وطال إلى بشكل تأذى فيه وتعذب فيه هذا الإنسان أكثر، في حين لعله في ظاهر الأمر كل من هذا المؤمن وهذا الظالم لعلهما انتقل إلى حياة البرزخ إلى عالم القبر، لعلهما توفي في نفس اللحظة، ولكن أحدهما المؤمن يكون زمان حضوره في عالم البرزخ أقل بكثير مما يعيشه ذلك الظالم. إذن فالزمان في عالم البرزخ، الزمان في عالم القبر، مقدار الزمان يحدد نشأة أو طبيعة أو مرتبة ذلك الميت. إن كان الزمان أقل، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، إن كان الزمان ذلك المؤمن باعتبار أن زمان ذلك المؤمن أقل في قبره فهو في مرتبة أعلى، وذلك الظالم بقي في أو بقي حقيقة في قبره مرحلة أطول، فترة أطول. لماذا؟ لأنه أدنى مرتبة، بينما ذلك المؤمن أعلى مرتبة. كيف ميزنا بين الأعلى مرتبة والأدنى مرتبة؟ من خلال الزمان، من خلال زمان بقاء كل منهما في عالم القبر. اختلاف الزمان مسألة مهمة وجوهرية فيما نعتقد به نحن أتباع مدرسة أهل البيت شيعة علي أمير المؤمنين، أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف قد ولد وهو حي موجود موعود، وأن عمره الآن يصل إلى قرابة 1200 سنة. عند ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف فيما نعتقد به وفيما بينته الروايات أنه عند ظهوره سيكون عمره الشريف في 40 سنة. ظاهر الأمر لا يستقيم بالحسابات الظاهرية أنه أن بقاءه 1200 سنة عجل الله تعالى فرجه الشريف، في حين أن عمره عند ظهوره سيكون 40 سنة. هذا ماذا يعني؟
يعني أن ما يراه الإنسان الغير المعصوم 1200 سنة هو في الحقيقة في عالم المهدي، في مرتبة المهدي، في نشأة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يتجاوز 40 سنة. اختلاف إحساس الزمان، اختلاف إدراك الزمان يدل على اختلاف ماذا؟ على اختلاف النشآت، على اختلاف المراتب الوجودية. ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني الذي رزق مقام ليلة القدر فإنه سيكون ذا مرتبة وجودية أعلى من ذلك الذي هو فاقد لليلة القدر. يعني مثلا حتى نقرب الصورة أكثر، يعني ورد في الذكر الحكيم أن يوما عند الله يعدل 1000 سنة مما تعدون. يوم عند الله، اليوم بالمعايير الإلهية، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أن اليوم في ملاك حقيقة التوحيد يعدل في عالم الإنسان المادي 1000 سنة. ما معنى يوم عند الله يعدل 1000 سنة؟ يعني مثلا أن الإنسان العادي فعله الذي يحتاج فيه 1000 سنة حتى يتمه. يعني مثلا تأتي أمم، تأتي شعوب، تأتي مجتمعات، تراكم تجاربها، تبني ثقافاتها، تصوغ سياقها الحضاري. هذا الفعل يمتد 1000 سنة ليكون منتج كل هذا المسير مثلا حضارة من الحضارات. يعني احتاجت تلك الحضارة إلى جهد الإنسان لمدة 1000 سنة مثلا. بينما في معيار التوحيد رجل إنسان مرتبط بعالم التوحيد، مرتبط بنشأة الغيب، عندها سيكون يومه هو 1000 سنة مما نعد نحن في عالمنا المادي. ما معنى يومه؟ يعني ذلك الإنسان الإلهي، ذلك الإمام المعصوم مثلا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، سيفعل في يوم ما تحتاج الإنسانية إلى إيجاده، تحتاج إلى 1000 سنة. يعني تلك الحضارات أو تلك الحضارة التي تحتاج الإنسانية لبنائها 1000 سنة، فإن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لأنه من سنخي، من نشأتي، من مرتبة عالم الغيب، التي 1000 سنة مما نعد يوم عند الله، في ذلك اليوم سيصلح الله أمر هذا العالم ببركة المهدي. لذلك كما ورد في الروايات إن الله يصلح أمر الحجة في ليلة. لماذا؟ لأن الزمان الذي يعيش فيه الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو زمان يختلف عن زماننا المادي. ليلة القدر تشير إلى اختلاف المراتب الوجودية، أو بعبارات أهل يعني أهل العلم الكلام والحكمة، ليلة القدر تشير إلى أن الزمان هو من عوامل اختلاف النشآت الوجودية للإنسان، وأن ليلة القدر تنقل الإنسان من هذا الزمان الظاهري، من هذا الزمان المادي، تنقله إلى الزمان الإيماني المعنوي. ليلة القدر لماذا تنقلنا إلى ذلك الزمان؟ تنقلنا من نشأة عالم المادة، تنقلنا من مرتبة عالم المادة، لتحيلنا على حقيقة ذلك الزمان الذي في ظاهره صغير ولكن في حقيقته ماذا؟ كبير، أكبر من الزمان الظاهري. يعني نحن قلنا مثلا في عندما نرجع للروايات التي أشارت لعظمة ليلة القدر من ناحية كونها كون فعل الفعل فيها أفضل من فعل في 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، بمعنى أن المسلمين شكوا قصر أعمارهم للرسول صلى الله عليه وآله. ما معنى شكوا قصر أعمارهم؟ في قبال طول أعمار الأمم السابقة، طول أعمار أولئك العباد والمجاهدين في الأمم السابقة. ما معنى شكوا قصر أعمارهم؟ يعني
طلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله أن يعوضهم قصر العمر ذاك. ما معنى أن يعوضهم قصر العمر؟ بمعنى أن يهبهم منة من الله تعوض قصر الأعمار، بمعنى تخرجهم من ذلك العمر القصير ظاهرا وتدخلهم في ذلك العمر الطويل حقيقة. يعني ليلة القدر ستنقلهم من مرحلة قصر الأعمار إلى مرحلة ماذا؟ طول العمر. لذلك فعلهم في ليلة القدر سيكون 1000 شهر. يعني ليلة القدر تعلمنا كيف ننتقل من الزمان المادي المحدود ونصيره زمانا إلهيا ممتد. بمعنى أن شعار كل يوم عاشوراء هذا لا يقدر على تحقيق هذا الشعار في واقعه إلا من استوعب سر وجوهر ليلة القدر بما تعنيه من تجاوز للزمان الظاهري ودخولا في ذلك الزمان الباقي. كل يوم عاشوراء ماذا يعني؟ يعني أن ذلك المقام الذي يصله أو وصله عشاق الحسين أنصار أبي عبد الله، ذلك المقام الذي وصله الشهداء بين يدي الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء، ذلك المقام يمكن أن يعيشه المؤمن في حالة ممتدة في الزمان، فيصير كل أيامه يوم عاشوراء، بمعنى يصير كل أيامه خاضعة لمقام نصرة الحسين سلام الله عليه، خاضعة لمقام المعية مع سيد الشهداء، خاضعة لمقام اللهم أحيني حياة محمد وآل محمد وأمتني ممات محمد وآل محمد. هذا متى؟ عندما يتعامل المؤمن مع يوم عاشوراء ليس كيوم محدود في الزمان، وإنما كحقيقة نورانية ممتدة فوق عالم الزمان. هذا العبور من الزمان المحدود إلى ذلك الامتداد في عالم ما فوق الزمان، هذا الذي تعلمنا إياه ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تعلمنا كيف ننتقل من هذه الليلة المحدودة في الزمان لتكون كل حياتنا ليلة القدر، ليكون كل وجودنا مستمرا مستمدا من بركات ليلة القدر في كل لحظة من لحظات حياتنا الإيمانية وحياتنا الظاهرية. إذن فليلة القدر مثلا من بين آثارها المباشرة، بما أنها خير من 1000 شهر، نحن نعلم أن القرآن الكريم بينا أن نبي الله سليمان الذي من الله عليه وأعطاه وسخر لخدمته الجن وجميع وأكثر الإنس وجميع مقدرات العالم الطبيعية. طيب نبي الله سليمان من بين ما سخر الله له، سخر الله له الريح رواحها شهرا وغدوها شهر، بمعنى أن نبي الله سليمان يسبق عالمه مسيرة شهر من خلال حقيقة ما سخر الله له في عالم الريح. سخر له الرياح رواحها شهر وغدوها شهر، بينما المؤمن ببركة ليلة القدر لا يسبق العالم بشهر، بل يسبق العالم بكم؟ 1000 شهر. إذن فحال المؤمن بليلة القدر سيكون حاله أفضل من حال أقوام الأنبياء السابقين. كل ذلك عندما يستوعب المؤمن بذهنه، عندما يدرك المؤمن بعقله، والأهم عندما يعرف المؤمن بقلبه ما معنى اختلاف نشآت الزمان في هذا العالم. يعني عندما يقسم الله في قرآنه العظيم بالصبح بالفجر بالعصر بالضحى، عندما يقسم بالزمان، هذا حتى نعرف قيمة الزمان ونعرف أن الزمان مقوم لمرتبة الإنسان يوم القيامة، وأن الانتقال من زمان إلى زمان، الانتقال من ليلة إلى ليلة هي خير من 1000 شهر، أعظم من 1000 شهر، أكثر من 1000 شهر.
هذا الانتقال هو المرجو وهو المطلوب وهو أهم أرزاق ليلة القدر العظيمة. لذلك بدأت سورة القدر بالإشارة إلى هذه الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ أن ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا أولى آثار، أولى أنوار، أولى أشعة، أولى بركات ليلة القدر على الإنسان. ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني حتى يعني لا نعقد المسألة، يمكن أن نلخص مسألة اختلاف الزمان في هذه الجملة. توجد عندنا منظومة زمانية مرتبطة بعالم الظاهر، بعالم الملك، وعندنا زمان مقوم لعالم الملكوت، مقوم لباطن هذا العالم. المؤمن ببركة ضيافة الله في شهر رمضان، وببركة الاصطفاء الإلهي في ليالي القدر، يخرج من المنظومة الزمانية المادية إلى المنظومة الزمانية الإلهية. المنظومة الزمانية المادية تقوم على أصالة المادة ولوازم المادة في الزمان والمكان، وهو الزمان الظاهري الذي نعيشه. عبورنا، أو إذا أردنا أن نخرق هذا الزمان، فليلة القدر تمكننا من ذلك لنصل إلى ذلك الزمان الباقي. المنظومة الزمانية في باطن هذا العالم، المنظومة الزمانية التي تقوم ملكوت كل هذا العالم. طيب، هذا الانتقال هو ما تعلمنا إياه ليلة القدر، وهو ما تورثنا إياه ليلة القدر. لماذا؟ لأن هذا الانتقال هو الذي يجعلنا نتحكم في الزمان الفاني، في الزمان المحدود. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من بين فاعلية إمامته، إمامته على الزمان، هو إمام الزمان، صاحب الزمان، المتصرف في الزمان، المحدد لحدود الزمان، فهو أعلى من الزمان. لماذا؟ لأنه يعيش في نشأة وجودية أعلى من نشأة عالم المادة. المؤمن اقتداء بإمامه، فناء في إمام زمانه، يسعى لأن يلتحق بركب أنصار صاحب العصر، فيخرق هذا الزمان الظاهري. طبعا هنا أهم نقاش نظري معرفي أو أهم تحد علمي معرفي سيطرح على شيعة أمير المؤمنين، على من الله عليهم بليلة القدر، على من أدركوا أن إمام الزمان إمام متصرف في حقيقة الزمان، وأنصاره ببركة ليلة القدر سيتصرفون في هذا الزمان الظاهري. أهم تحد هو علاقة وارتباط الدين بالعلم. ما هو نحو الارتباط بين الدين والعلم؟ هل أن العلم سنخ معرفة يختلف في جوهره عن الدين والتدين بما هو سلوك شخصي؟ طبعا عندما نرجع إلى القرآن الكريم، وكما بينا في الليلة الماضية أن حقيقة القرآن بما هو كلام الله يحكي كلمات الله التكوينية في هذا العالم، يعني يوجد تطابق تام بين روحي وحقيقتي وكلمات القرآن العظيم والكلمات التكوينية ومخلوقات الله ومفردات عالم ما سوى الله عز وجل. يوجد تطابق تام، بمعنى المعصوم أولياء الله الطاهرون المطهرون الذين هم الأقدر على مس القرآن وفهم القرآن العظيم، لأن الرحمن علم القرآن، لأنهم تعلموا القرآن من لدن الرحمن، من لدن الله مباشرة، فإنهم قادرون على فهم أسرار عالم الخلقة ببركة القرآن العظيم.
أتباعهم شيعتهم المؤمنون بهذا الاعتقاد بأصالة القرآن وكون القرآن العظيم لم يفرط الله فيه من شيء، فإنهم يجب عليهم أن يبرهنوا، أن يستدلوا، أن يستنتجوا، أن يستنبطوا، أن يعلموا أن حقيقة الدين، حقيقة القرآن هي مفتاح كل علم، سواء كان هذا العلم علما ظاهريا أو علما باطنيا. وهذا هو التحدي الأكبر، ارتباط الدين بالعلم. كيف يمكن أن نؤسس جميع العلوم الإنسانية، جميع العلوم الصحيحة منها على حقيقة الدين؟ هذا أكبر تحدي معرفي. وهذا هو الذي سعى إبليس إلى حد اليوم إلى التفرقة بين الدين وبين العلم. علاقة الدين بالسياسة أمر بسيط، علاقة الدين بحياة الإنسان وجميع شؤون الحياة الإنسان أمر ثابت، النقاش فيه خفيف المؤونة. ولكن التحدي العلمي الأكبر، ونحن نعلم أنه بمقدار قربنا من آخر الزمان، بمقدار قربنا من مرحلة ظهور صاحب بالأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإن الذهن البشري سيزداد تعقيدا ويزداد عمقا. لذلك ورد في الروايات أن مثلا سورة التوحيد أنزلها الله كما قال الإمام السجاد سلام الله عليه، علم الله أنه سيكون في آخر الزمان أناس متعمقون، فأنزل الله لهم سورة الحديد، أواخر سورة الحديد وسورة التوحيد، سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، للأقوام المتعمقة. بمقدار ما نتقدم لمرحلة الظهور بنفس ذلك المقدار تتعقد العلوم والمعارف. وهذا يقتضي من شيعة أمير المؤمنين، من شيعة باب مدينة علم الرسول، من شيعة أمير المؤمنين، وسمي أمير المؤمنين بأمير المؤمنين. لماذا؟ أنا أمير المؤمنين، أمير من الميرة أطعمهم، نمير أهلنا كما ورد في القرآن الكريم. علي بن أبي طالب هو يقول أنا أمير المؤمنين، بمعنى أطعمهم من العلوم، أطعمهم المعارف، أطعم المؤمنين، أغذيهم بالعلوم والمعرفة. فالتحدي الأكبر في زماننا هو ارتباط العلم بالدين، وباب هذا التحدي أن يبذل المؤمن الممهد لظهور المهدي الجهد الأكبر في تحقق العلوم والمعارف، في التحقق بالعلم والمعرفة. فلا تشيع إلا بالعلم، ولا اعتقاد بإمامة أهل البيت إلا بالعلم، ولا اتباع لأمير المؤمنين إلا بالعلم والمعرفة، ولا دفاع عن صاحب العصر إلا بالعلم والمعرفة، ولا دفاع عن ليلة القدر ولا بلورة لليلة القدر وخاصة كونها خير من 1000 شهر إلا بالعلوم والمعارف. إذن فليلة القدر بما هي ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذا المقارنة، هذه المقايسة بين ليلة وألف شهر تكشف لنا عن زمانين اثنين، منظومة ملكوتية إلهية ربانية هي غاية فعلنا في ليلة القدر، ومنظومة زمانية مادية ملكية ظاهرية مؤسسة على أصالة عالم المادة. المؤمن في ليلة القدر يعبر من الزمان المادي الظاهري الفاني إلى ذلك الزمان الباقي ببقاء ليلة القدر، بإدراك أسرار ليلة القدر، بل بإفاضة ليلة القدر من نورانيتها على قلوبنا. ليلة القدر خير من 1000 شهر. نسأل الله عز وجل أن نوفق لإدراك حق ليلة القدر كما ينبغي لمقامي وحقيقتي وسر ليلة القدر بين يدي الله. إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء، وعلى نية تعجيل فرج مولانا الحجة بن الحسن، وعلى نية شفاء المرضى، نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العلي العظيم، تقبل الله أعمال وطاعات الجميع. إن شاء الله ملتقانا في الليلة القادمة لنواصل مع بعض التباحث والتأمل في سورة القدر العظيمة. وإلى الليلة القادمة لا تنسونا في صالح دعواتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى بإذن الله. نسألكم الدعاء في أمان الله وحفظه.